خد بالك، رغم ان احنا قلنا ايه، قلنا الماتش اللي كان هنا يمكن هو اتفرج زينا، لكن خد بالك لازم تعرف حاجة، انت ما بتاخدش بلقطة، تمام. يعني انت لازم بتاخد بالموسم، انت بتحسب الموسم الراجل ده ناجح فيه قد ايه، مظبوط. تمام، ماتشاته اللي لعبها كويسه قد ايه، الماتشات اللي كان قليل فيها قد ايه، الحاجات اللي اتصرف فيها كويس قد ايه، الحاجات اللي اتصرف فيها خطأ قد ايه. لكن انت لو خدت بالقطعه، لا يعني انا حتى لما جيت قلت لك ايه تشكيل النادي الاهلي كده صح، قلت لك من وجهه نظري صح، صح. لان ما ينفعش فرقه زي دي بتلعب بالتشكيل ده بقالهم فتره ماشيين كويس، اجي على ماتش او ماتشين او ما يقول لك ايه لا ده مش في حالته ده يقعد، لا ما ينفعش. وهقول لك كمان النادي الاهلي النهارده ليه وحش، ليه؟ نمره واحد، الطريقه اللي كان بيلعب بيها الثلاثه بتاع نص الملعب مش هي الطريقه اللي كان بيلعب بيها قبل كده،